دكتور أخبور كيتشين سوسا لازمك تمشي لعم سالم. عم سالم هو واحد من الباتيسيريات اللي قدم برشا في سوسا، تاريخه يرجع لعام 1966 وقت اللي حل حانوت في باب البحر يبيع فيه في جميع انواع العصاير. كيف كيف مشهور ياسر عم سالم بالليبانيز. كلمة مهبول ما تنجم تسمعها كان في تونس، ومهبول في تونس وخاصة في سوسة معناها جو عم سالم. جو عم سالم اللي هو جو مهبول كما يسميه من جملة أنواع الجو برشا اللي عنده. جو مهبول يتكون من الدقلة، من التفاح، من البنان، من زاس، ومن برشا حاجات أخرين كما اللي في رويساك، كما زاد العسل. زاد الاختصاص الأول العم سالم في سوسة هو ليبانيز عم سالم. ليبانيز عم سالم من عام 66 لحد اللحظة هذه هو الوحيد في سوسة اللي عنده الوصفة الخاصة به. ممكن عم سالم هو اللي ابتدع الليبانيز في سوسة، واللي من بعده برشا ناس خذت الوصفة متاعه لكن ما نجمتش تقلد الوصفة، لأنه الأوريجيناليتي والدقة والبنة ما تلقاها كان في ليبانيز عم سافر. هذا ليبانيز الستاج. حاجة بصراحة حاجة شعبية، حاجة ياكلوها السياح كما ياكلوها الزوار بسوسة، كيف كيف ياكلوها الشعبيين. أي واحد يدخل سوسة لازم يجي لعم سالم ولازم يذوق الليبانيز. كما قلنا لكم هذه ليبانيز بيستاج تقريبا ب 2500 في متناول الناس الكل هكايا، وهذه ليبانيز لوز بالفين زادة كما ذكرت في متناول الناس الكل. هذا المهبول. الجو هذا يتشرب ويتاكل في نفس الوقت لأنه فيه دي فرويساك كما تشوفوا. هذا دي فرويساك لوز ودقلة وعسل. مطعم العسل الواضح برشا، ظاهر انه عسل يعني عسل. تاكل كعبة ليبانيز مع عم سالم لتفطر، ما تعاود كان تتعشى كهو.